حقوا الريفيتالايز ثيرابي العلاج بالماء الساخن للدكتور فارس الحجري مراجعة النظراء من باحثين أكاديميين. عالم روسية في الطب والفلسفة يشيد بالدكتور فارس الحجري عن الهيدروجين من الماء الساخن في تحقيق الخلود. إطالة عمر الإنسان. معجزات من شرب الماء الساخن. الهيدروجين والخلود من الماء الساخن. فلاديمير فولكوف عالم روسية، دكتور في الطب 2003، دكتور في الفلسفة 2004. تحية طيبة، هذه النشرة رسالة موجزة وطال انتظارها الجزء الثاني، ومقدمة مناسبة للدكتور المهندس فارس راشد الحجري، مهندس مسح الكيميات، باحث ومؤلف كتاب أكاديمي بعنوان معجزة وعجائب العلاج بالماء الساخن، طريقة عظيمة وفعالة بشكل عام تفتقر إلى تعقيدات. وأنا شخصيا أشرب هذا المضيب الكوني المقدس المقطر والمغلي الماء منذ عدة سنوات. يمكنني أشهد بأن هذه الممارسات اليومية هي الأكثر واعدة ومفيدة. لذا يرجى استيعاب العلم واقبض الكتاب واجني فوائد هذا العلم البسيط بشكل مثير للدهشة. العلاج بالماء الساخن. تحية طيبة. كما أن الثورة حول الشمس هي وميض إلى كيننا الوجود مع الحياة لأجل غير مسمى، والعين يرغب التمرير على سر الخلود كما داعي به العالم الروسي المثير فلاديمير فولكوف. الخلود من الهيدروجين في الماء الساخن، هل يمكنك تصديق ذلك؟ حسنا، اقرأ على افراد اسرته وكن الحكم من خلال اجراء التجربة مع هذه الممارسة الاكثر سهولة ورائعة. العلاج بالماء الساخن. استوعب العلم وتحقق من الرابط www.farisalhajri.com. فلاديمير فولكوف، الخلود قابل للتحقيق. الوميض هو حزمة من أشعة الضوء تظهر في بعض المواد الشفافة عند حدوث تأين فيها. التأين أو التشرد هو تكون أيونات عن طريق حذف أو إضافة إلكترونات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور فارس الحجري، نشرها على معارفك ليستفيدوا كذلك. تسجيل ملاحظاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية ليستفيدوا الآخرين. فالحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فهناك كل يوم علم جديد نتعلم جميعا. فالملاحظات السلبية تساعد على التحسين والتطوير وتحقيق المزيد من العلم، بينما الملاحظات الإيجابية فهي جرعة نحو مواصلة المصير ونشر كل جديد في هذا العلم. تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. أخوكم الدكتور فارس الحجري.